نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. الرئيس السوري بشار الأسد رأى أن السلاح الكيميائي سلاح ردعي تراجعت قيمته مع تطوير قدرات سوريا الصاروخية. الأسد وفي حديث لوفد عربي زاره في قصر المهاجرين في دمشق رأى أن موقف حماس من الأزمة السورية غادر كانت له سوابق عام 2007 و2009، وهو نفى تسلم أي رسالة من أمير قطر تميم بن حمد عبر وسطاء، ورغم أن مسؤولين عربا تصرفوا كصدى لسيدهم الغربي خلال الأزمة، فإن انتماء سوريا يبقى عربيا، لكن ذلك ليس مرتبطا بالضرورة بجامعة الدول العربية. وفي الوضع الميداني أكد الأسد أن الجيش يتقدم، وشدد على أن درعا قرب الحدود مع الأردن وحلب قرب حدود تركيا تنزفان مقاتلين. وأشار الأسد إلى أن المشكلة هي في شخص رجب طيب أردوغان، وأن الشعب التركي يعارض الحرب على سوريا. أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ضرورة عقد مؤتمر للسلام يبحث الوضع في سوريا. أعتقد أن من الملح تحديد موعد للدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 بهدف العمل من أجل سوريا جديدة. يجب أن يكون هناك حكومة انتقالية وشكل جديد للسلطة في سوريا لإتاحة إمكانية إحلال السلام. كلام كيري جاء بعد لقائه المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في لندن، حيث أكد الإبراهيمي أنه ما من تدخل عسكري في سوريا. نحن متفقون على أنه ما من تدخل عسكري في سوريا، وسيكون هناك حلول سياسية لجميع الأفرقة. بعد تهديدات المجلس الوطني السوري بالانسحاب من الائتلاف في حال المشاركة في مؤتمر جنيف 2، حديث عن تكتل بديل للائتلاف، التفاصيل في التقرير الآتي. توجه لإنشاء مجلس عسكري جديد مركزي ذي قيادة إسلامية في الداخل السوري بديلا عن الائتلاف. هذا التحرك لإسقاط الائتلاف السوري كشف عنه عضو مكتبه السياسي كمال اللبواني. اللبواني قال إن اتصالات تجري على قدم وساق بين القوى المقاتلة في سوريا بالتنسيق مع أطراف من المعارضة في الخارج. هذه التصريحات تأتي وسط جدل داخل الائتلاف بين من يوافق على الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 مع عدم وجود ضمانات برحيل النظام السوري الحالي، ومن يرفض الفكرة من الأساس على أنها تتناقض مع المبدأ الأساسي للائتلاف. التكتل المعارض داخل الائتلاف أعلن جاهزيته. اللبواني كشف عن تأييد 30 عضوا من بينهم أعضاء المجلس الوطني في حال إصرار قيادة الائتلاف على المشاركة في جنيف. مفاجأة اللبواني أن تنسيقا يجري مع قائد لواء الإسلام في سوريا زهران علوش على أن تتوزع قيادة المجلس في كل من المنطقة الجنوبية وفي حلب وفي المنطقة الشرقية، إضافة إلى المنطقة الوسطى. النصرة مكون أساسي في التكتل الجديد، أما داعش فخارج التكتل. انتقادات للائتلاف برزت، يحكى عن ضغوطات أمريكية وغربية تمارس عليه لحضور جنيف 2. ووفقا للبواني فإن الائتلاف جسد للمعارضة السورية شكلا في الخارج وليس ممثلا للثورة السورية، مضيفا بأن أعضاءه تم اختيارهم من قبل المخابرات الأردنية والتركية والفرنسية والأمريكية والقطرية وغيرها. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 27 شخصا قتلوا على الأقل وجرح العشرات في تفجير سيارة مفخخة في بلدة دركوش في محافظة إدلب على مقربة من الحدود التركية. ويأتي هذا التفجير غدا انفجار سيارتين مفخختين في ساحة الأمويين وسط دمشق قرب مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من دون تسجيل إصابات.
إجلاء المدنيين من المعظمية يأتي بعدما أخرج الجيش السوري عناصر الجيش الحر من بلدة تلفيتة في ريف دمشق. الخطوة تمثل مدخلا للتعاطي مع الأوضاع الميدانية في القلمون الذي تشهد بعض بلداته اشتباكات متقطعة مع المسلحين. القلمون إلى واجهة الحدث الميداني في سوريا مجددا. الجيش السوري بالتعاون مع الأهالي استطاع إبعاد مسلحي الجيش الحر عن بلدة تلفيتة الواقعة إلى الشمال من دمشق بنحو 30 كيلومترا باتجاه الجرود الجبلية المواجهة. العملية تهدف كما يبدو لتحقيق الأمان لعدة بلدات في المنطقة وخصوصا للمعرة وصيدنايا. قمنا بإحكام الطوق حول المنطقة ودخل الجيش بالتعاون مع الأهالي وبعض الوجهاء من الشرفاء من بلدة تلفيتة وقاموا بتطهيرها وفر المسلحين من بلدة تلفيتة باتجاه بعض المناطق الجبلية. لا مظاهر مسلحة في بلدة تلفيتة. تدخل الوجهاء منع دخول عناصر من الجيش الحر ومن فصائل المعارضة المسلحة الأخرى إلى البلدة، خطوة يأمل الجيش تكرارها في بلدات أخرى محيطة بهذه المنطقة. كان يجوا المسلحين من الجرود من فوق جبهة نصرة ما بعرف مين، نحن ما نخليهم، عندنا لجان، نحن كلنا لجان شعبية. كل من ضبط الموقع اللي هو فيه، العائلة اللي هي فيها تقريبا، بشكل أفضل شكل الحمد لله هو تعاون الأهالي مع أولادهم وأولادهم معهم. صيدنايا المجاورة تماما لبلدة تلفيتة تتمسك بأهداب حياة طبيعية بالرغم من التوتر والاشتباكات في المناطق المحيطة وبعض أحداث أمنية أودت بحياة بعض أبنائها. تلفيتة مثلها مثل الآخرين، المجموعات المسلحة قد يكون منهم البعض من تلفيتة ومنهم من قرى أخرى ومنهم من الغوطة ومنهم غرباء من الشيشان ومن أفغانستان، ولكن تلفيتة كبلد المهم ألا تكون مأوى لتلك الجماعات. الهدوء يلف المنطقة برمتها في صيدنايا والمعرة وحتى تلفيتة، لكن الوضع يختلف تماما في القرى الأبعد في عمق القلمون. محمد الخضر من تلفيتة في ريف دمشق الشمالي، الميادين. وضعت الكتائب السلفية والجهادية في سوريا آلية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها عبر نشر الهيئات الشرعية حيثما وصلت. هذه الهيئات تعنى بالقضايا الأمنية والقضائية وفض النزاعات والخصومات، واصطدمت ببعض ناشطي المعارضة في حلب والرقة لخلافها حول أجندتها في إقامة دولة الخلافة الإسلامية. كاميرا الميادين زارت إحدى مقرات الهيئات الشرعية في الحسينية جنوب دمشق بعد استعادة الجيش السيطرة عليها. الميادين في مقر الهيئة الشرعية للحسينية. الهيئة أقيمت في إحدى مدارس المنطقة. عقود نكاح وأخرى للسكن وإخلاء سبيل تابع للهيئة الشرعية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا العقد أعطي لعزم عبد الهادي حيث تمكن بموجبه من السكن في المنزل المذكور. أحصيت الموجودات ومهر الصك ببصمة المستلم. إخلاء سبيل لرائد الحجة بعد توقيفه 25 يوما بجرم السرقة. وعقد نكاح لأبي عمر من ليبيا على سناء من تونس. الهيئة الشرعية وضعت آلية لإدارة الحسينية التي سيطرت عليها قرابة العام. في هذه الغرفة كانت تنظر بالدعاوي بين الناس، وفي غرفة أخرى كان السجن التابع لها. هذه غرفة خاصة بالهيئة الشرعية، كما نرى أن هناك رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما يسمى عندهم بإخلاء سبيل، تسهيل مرور لبعض الشبان على الحواجز الأمنية. الهيئات الشرعية تشكلت مع بداية سيطرة المجموعات الجهادية والسلفية في الشمال السوري. تل أبيض وبنش والرقة تشكلت فيها هيئات شرعية اقتصر نشاطها بداية على العمل الإغاثي وحل النزاعات وفقا للأحكام الشرعية. وفي الغوطة الشرقية أقام لواء الإسلام هيئته الشرعية وبدأت تشرف على السلطة الأمنية والقضائية. اصطدمت الهيئات ببعض الناشطين من المعارضة في حلب والرقة، اعتقلتهم وحاكمتهم بتهمة معاداة دولة الخلافة، وخرجت تظاهرات أخرى ضدها. ورغم أنه لا رابط مركزيا بين الهيئات الشرعية التي تملأ فراغ السلطة، إلا أن انتشارها في المناطق والمؤسسات التي تشرف عليها يشير إلى أن استراتيجية الإسلاميين بفرض الهيئات كأمر واقع وإقامة دولة إسلامية كانت ناجحة إلى حد ما، مع وجود بيئة حاضنة لفكرها وتثبيت وجودها على الأرض في أماكن سيطرتها.
هذه الأوراق تحكي حياة الناس في ظل لواء أحفاد الرسول ولواء الإسلام ويحيى عياش وشهداء الجولان وغيرها من الألوية التي كانت تتواجد هنا في منطقة الحسينية والتي أقامت هيئاتها الشرعية الخاصة بها لتعزيز سلطتها الأمنية والقضائية بعد أن أحكمت السيطرة على هذه المناطق لقرابة العام. من منطقة الحسينية جنوب العاصمة دمشق، ديما ناصيف، الميادين. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 3 من موظفيها 6 الذين خطفوا في سوريا قد أطلقوا مع زميلهم من الهلال الأحمر السوري. وأوضح المتحدث باسم اللجنة إيوان واتسون أن 3 زملاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعا من الهلال الأحمر السوري أفرج عنهم وهم سالمون، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر معلومات إضافية حول الزملاء 3 الباقين. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جهاديين هم من خطفوا الأفراد العاملين مع الصليب الأحمر الدولي في شمال سوريا. هذا وتعرض الميادين حوارا جرى بين الجيش السوري وأحد عناصر المعارضة المسلحة الذين استسلم لهم. وحياة عبدي يا أبو عمر، ما حدا راح يمد يده عليك. شو بدك عنه؟ بس شوي يا أبو عمر، معلش كلمة انا اعطيتك ثقة خلاص. بالله انت من الزباوي؟ أبو عمر، انت من الزباوي؟ انا؟ ايه؟ لا والله. خلاص عليك الأمر، والله العظيم تعالوا عليك الأمر. اقعد معي هون، اقعد هون. هرب هرب. والله العظيم وهي بكد دخان. خلي جماعتك عليك الأمانة يا أبو عمر. بدي معك. أنا ما أمن بالله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تعال يا ابن الحلال، انت والشباب رفقاتك. انا رايح اشوف الشباب. اللي بده يجي، اللي بقنعه يجي. يلا. واذا ما حد اقتنع اجي لحالي. تعال ما في مشكله. تعال. هي امان الله. تستمر المعارك في مدينة حلب وريفها بعد سيطرة الجيش السوري على قرية أبو جرين ومحاصرته بلدة سفيرة. هبة الله بطار وخارطة توزع القوى على الأرض. السلام عليكم. خارطة توزع القوى في حلب وريفها تشهد تغيرات ترسمها المعارك التي تدور بين الجيش السوري والمسلحين أو بين مسلحي المعارضة أنفسهم. هجمات الجيش السوري تتركز على الريف الجنوبي الشرقي لمدينة حلب بعدما وفر الجيش في الأيام الأخيرة الطريق من حمص إلى خناصر باتجاه حلب. الآن يعمل على تثبيت السيطرة على هذا الطريق من خلال نشر الآليات والعناصر وعدم الاكتفاء بالحواجز. القصف الكثيف للجيش السوري استهدف معاقل المسلحين ولا سيما في بلدتي أبو جرين والسفيرة. بلدة أبو جرين المشرفة على طريق حمص حلب أصبحت بيد الجيش السوري بعد معارك عنيفة مع المسلحين. هذه البلدة التي غابت عنها الحياة المدنية في الفترة الأخيرة كانت معقلا للمسلحين الذين اتخذوا منها منطلقا لشن الهجمات على طريق حمص حلب. أما بلدة أسفيرة فأصبحت محاصرة من قبل الجيش الذي نشر آلياته على التلال حول البلدة بالتزامن مع القصف على معاقل المسلحين. السيطرة على هذه البلدة ستفتح الطريق الرئيسية باتجاه حلب. إلى الريف الشمالي، المعارك هنا لا تزال مستمرة بين داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وخصوصا في قرية معرين وفي قرية قسط الجندو القريبتين من الحدود التركية. أحياء داخل مدينة حلب تشهد أيضا معارك مستمرة. مسلحو داعش داهموا منطقة بستان الباشا التي تسيطر عليها جماعة غرباء الشام، إضافة إلى سيطرتهم على مساكن هنانو بعد معارك عنيفة مع كتائب تابعة للجيش الحر. كذلك أعلن لواء أحرار الشام التابع للجيش الحر انسحابه من معبر بستان القصر الذي يصل المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين بالمناطق الخاضعة للجيش السوري. كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن رئيس المكتب خالد مشعل رفع عن طريق الخطأ علم الثورة السورية وأن حماس ليست لها أي اتصالات رسمية مع المعارضة السورية. أنا كنت إلى جواره في الاحتفالية التي جرت، كان هناك عدد كبير من الناس اللي تحت المنصة ولديهم أعلام، فكان كل فئة تدفع بعلمها فيلوح به.
لا أعتقد بأنه كان هناك في تدقيق في العلم الذي يرفع، هل هو علم الجهة الفلانية أو علم الجهة الفلانية. حينما كانت ترفع هذه الأعلام، الحركة في مكتبها السياسي لم تلتقي مع المعارضة السورية ولا مع أي جهة أخرى في هذه الأزمة إطلاقا. هذا ولم يستبعد أبو مرزوق الرغبة في إعادة فتح خطوط مع دمشق. السؤال أنا حتى الآن لم يطرح بالمناسبة يعني، لكن احنا بالعكس لا يمكن على الإطلاق أن نغلق بابا فيه علاقة مع 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 اي جهة. احنا نريد لسوريا العافية، فإذا تعافت سوريا سيكون كل الأبواب. بالعكس يعني هذا لابد من لأنه لا يمكن أن تعزل سوريا عن القضية الفلسطينية بالمطلق. السلام عليكم ورحمة الله. استمرت قوافل حجاج بيت الله الحرام منذ إشراقة صباح التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة تحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. من كل فج عميق يأتي المسلمون بأفئدة خاشعة إلى بيت الله العتيق، إلى مكة المكرمة، يلبون نداء الله حول الكعبة المشرفة التي بناها خليله إبراهيم بأمر من ربه، فغدت مقصد الحجاج منذ أراد الله لشمس الإسلام أن تشرق وتنير العالمين. الحج إلى بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المؤمن إلا بالحج إن استطاع إليه سبيلا. ملايين المسلمين من مشرق الأرض ومغربها يقصدون مكة المكرمة في شهر ذي الحجة لتبدأ مناسك الحج بدخول المؤمنين المسجد الحرام، قائلين: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بعدها يتجه الحجاج إلى الكعبة المشرفة، يطوفون حولها 7 أشواط تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي إليه، ذاكرين مستغفرين الله عز وجل. ثم يخرج الحجيج إلى الصفا ويطوفون بينها وبين المروة 7 أشواط مستندين إلى قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة يتجه الحجاج إلى صعيد منى قبل الزوال ليصلوا ويبقوا هناك حتى صباح 9 من ذي الحجة وهو يوم عرفة. هذا اليوم العظيم الذي وصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام، حيث يقف الحجيج من مطلع الشمس إلى مغربها على الصعيد الطاهر مبتهلين إلى الله، مصلين الظهر والعصر هناك في هذا الموقف الكريم. عند غروب شمس 9 من ذي الحجة يسير الحجيج نحو المشعر الحرام المزدلفة، يبقون مبتهلين ذاكرين فيها حتى الفجر، ثم إلى منى وهناك يرمون جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات متعاقبات ليحل بعدها ذبح الهدي لمن كان عليه هدي، فيأكل ويطعم الفقراء. في 10 من ذي الحجة يوم النحر يستقبل المسلمون من مشرقها إلى مغربها يوم عيد الأضحى، فينحر الحجاج أضحياتهم تقربا لله تعالى، ثم ينزلون إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج دونه، ويعود بعد ذلك إلى منى يرمون الجمرات 3 في أيام التشريق 3، وقبل الغروب تكون العودة، وتعرج الرحلة الأخيرة إلى مكة المكرمة حيث طواف الوداع آخر العهد وواجبات البيت، فيختتم الحجاج زيارتهم عرفا إلى الأراضي المقدسة في المسجد النبوي الشريف، هناك حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. يستقبل السوريون عيد الأضحى هذه السنة
وقد منعوا من الذهاب إلى الديار المقدسة مكة المكرمة وأداء فريضة الحج للمرة الثانية على التوالي، ليحرم آل سعود ما كتب الله فرضا وأمرا. زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وعدد من الوزراء معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق الذي شهد عودة آلاف الأسر السورية، والتقى المواطنين العائدين من لبنان وموظفي الجمارك والهجرة والجوازات العاملين في المعبر. مرة أخرى تثبت الحكومة السورية سعيها الحقيقي للاطلاع على واقع المواطن السوري، ومرة جديدة يصر رئيس الحكومة على معاينة الواقع بشكل شخصي، هذه المرة من معبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية. جولة لرئيس مجلس الوزراء يرافقه وزراء الداخلية محمد الشعار والمالية اسماعيل اسماعيل ومحافظ ريف دمشق حسين مخلوف. الجولة شملت أمانة جمارك جديدة يابوس، حيث اطلع رئيس الوزراء على سير العمل وكيفية تعاطي رجال الجمارك مع المواطنين والإجراءات المتخذة لتسهيل عبور الأشخاص والآليات وكيفية الحد من عمليات التهريب من خلال التفتيش الدقيق للسيارات والأمتعة. نحن اليوم في موقع جديدة يابوس، يعني هذا المعبر الحدودي الهام الذي يعتبر من أهم المعابر الحدودية بالنسبة لحياة التواصل مع القطر اللبناني الشقيق. الهدف من الجولة هو الاطلاع على سير الإجراءات التي تتخذ سواء كان في الحقيقة موقع الهجرة أو في يعني إدارة الجمارك في هذا المقر، وبالتالي نحن دائما نتطلع إلى تبسيط كل الإجراءات حتى نسهل يعني العمل بالنسبة للإخوة المواطنين سواء كانوا القادمين أو المغادرين. ما سمعناه من الإخوة القادمين والمغادرين يعني أثلج الصدر من خلال الإجراءات التي تتخذها يعني الهجرة من خلال تعاطيها مع الإخوة المواطنين. الموضوع الثاني اللي هو طبعا موضوع السيارات سواء كانت سيارات خاصة أو عامة، طبعا احنا كتير بنأكد على أن هذا المحبر له أبعاد متعددة، يعني إضافة للبعد السيادي والسياسي له أيضا بعد أمني، له بعد اقتصادي تنموي، له بعد خدمي إنساني من خلال طبعا حركة السياحة ما بين البلدين، وإن كانت قد تم تحديدها خلال المرحلة التي تعيشها البلاد. كما سمعتم السيد رئيس مجلس الوزراء، فالغاية من الزيارة كانت جولة تفقدية على المعبر الحدودي في جديدة يابوس والذي يعتبر مرآة سورية من اتجاه القطر اللبناني الشقيق، وبالتالي كان الغاية منها أن نتابع كيفية إجراءات ومعاملة المواطنين المغادرين والقادمين سواء كان في الموقع الهجرة أو في موقع الجمارك، و لاحظنا حسن التعامل وقبول ورضا المواطنين عن الإجراءات المتخذة والمعاملة الحسنة، وطبيعة الحال ما أثلج صدورنا أن وضح لدينا أن عدد القادمين أصبح أكثر من عدد المغادرين. هذا دلالة قناعة السوريين بأن لا وطن إلا وطنهم سوريا، وأن تبقى سوريا هي الأساس، ويجب أن يعودوا لبناء سوريا كلنا بيد واحدة. الجولة شملت أيضا مديرية الهجرة والجوازات، حيث التقى رئيس المجلس عددا من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم حول كيفية التعامل معهم وتعاطي موظفي الهجرة والجوازات مع متطلباتهم، وشدد خلال توجيهاته لعناصر الهجرة على تسهيل أمور المواطنين ومعاملتهم بما يليق بهم كمواطنين سوريين. ما في تعقيدات بالإجراءات؟ عم تحس أنت باعتبارك عم تروح وترجع؟ هي نفسها، ما هي من الأول ما أنا معقدة يعني. أيوة. إجراءاتنا سريعة. يعني هلأ بسبب ظروف الأزمة ما حسيت بشي تغير أبداً؟ لا، الأول كانت بطيئة شوي. أيوة. هلأ بالعكس تسرع. بالعكس هلأ الضغط سريعة. هلأ الضغط أكثر. لا بس في إجراءات أسرع. ممتازة. واضح. ما في مشاكل يعني. الحمد لله على السلامة. وعم نشوف نحن في حالة توازن يعني بين القادمين وبين الخروج يعني المغادرين. نعم سيدي. وبالتالي ما في ضغط كبير. لا هلا يعني نشوف حركة المغادرين. هلا الحركة القدوم هي أكثر من المغادرة. هلا البارحة كان في 16 ألف قادم. نعم. بينما المغادرين 10 كانوا. أنا في الأيام السابقة شفت الحركة بالشهر 33 ألف. نعم. مقابل 36 ألف. سيارة على الجهاز. الجهاز هذا. هذا الجهاز. سيارة بينزل على الأرض. واحسن معامله يعني عم بعمله. سبق انكمشت انت بشي حافل؟ لا لا لا، انا عندي 25 سنه ولا مره انكمشت ولا نهائيا. انا ما بهرب. ما بتهرب؟ لا يعني زبون معك يطلع يضل لك فتش الزبون قبل ما يطلع. ما في انت بتفتشوا؟ انا بفتشوا بلبنان والشباب بفتشوا بالساده الجمارك بفتشوك. قديش عم تستغرق هاي العمليه هون يعني معك ربع ساعه؟ هلا حسب الاغراض. هلا مثل هاي الاغراض بفتشوها بيفتحوا الكاس كلها
ويدقوا عليها ابدا. يعني تطلع من دمشق للبنان معبي ولا فاضي؟ لا بعبي. رئيس مجلس الوزراء أكد خلال وجوده في معبر جديدة يابوس على إصرار الحكومة السورية على بسط الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها فوق كل الأراضي السورية، موجها رسالة للسوريين الذين غادروا إلى الدول المجاورة للعودة إلى الأراضي السورية، وخصوصا بعد انتصارات الجيش العربي السوري وإعادة الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق. أنا بتوجه لكل أبناء الشعب السوري أن يعيشوا حالة وطنية متميزة في ظل هذه الحرب الكونية التي تشن على البلد، لنتكامل الأدوار. سوريا تتسع لكل أبنائها في إطار ما يطمحون له من خلال بناء سوريا الحديثة، سوريا المنشودة، سوريا التعددية، العلمانية، الديمقراطية. ومن يحاول أن يعلي صوته بأن الخيار الديمقراطي هو الأساس نقول له تعالوا إلى سوريا، وصناديق الاقتراع هي الفيصل بين الجميع. تواجد الحكومة السورية ممثلة برئيسها ولقاء رئيس الوزراء مع المواطنين يثبت مرة أخرى عزم الحكومة على تقديم كل ما من شأنه تسهيل حياة السوريين، ويؤكد أن هم الحكومة اليوم هو دعم صمود المواطنين وتعزيز ثقتهم بالوطن. كما شهد معبر الدبوسية عودة عدد كبير من العائلات السورية من لبنان. كاميرا سما توجهت إلى معبر الدبوسية ونقلت الصورة. مئات الأسر السورية حزمت الحقائب وعادت لربوع الوطن الأم سوريا بعد أن عاشت مرارة الغربة خارج حدود الوطن. ما في أحسن من الوطن، واحد وتربي ما في أحسن من بيته. الوطن ما في أحلى منه، واتمنى كلياتنا نرجع للوطن. نصيحة لكل شيء يعني تغرب يرجع لوطني. سوريا هي الروح، سوريا عزيزة كثير، وين ما نروح ما نلاقي مثل سوريا. رسالة من هذه العائلات لكل الأسر السورية التي لا زالت في دول الجوار للعودة، لأنه لا شيء يغني إطلاقا عن الوطن. معاناة العمال والأبناء كانت واضحة في شهادات الشباب الذين امتهنوا مهن فقط لتأمين لقمة العيش بكرامة. وحياة عيونك وين ما راح تزل إلا بالوطن. إلا بالوطن. إلا بالوطن. ما في عز منه. بردان إذا ما في حضن أم يدفي بردان الواحد ما يدفي. حضن أم يدفي الوطن ما في أغلى منه غير الله اللي خلق. بنصح اللي يعني يرجع. أنا بنصح كل شيء يحس بوطنه بحس بكرامته، الوطن غالي. لأن انزلينا بالغربة، الغربة صعبة ما حد بحس فيها إلا البدوقة. بس ما فينا نحن بلا وطننا، ما فينا وطن غالي ولا في أحلى منه. الكل أجمع أن هذه الأزمة ستمر وستعود سوريا أقوى مما كانت، وأن قوى الشر لم ولن تنتصر على الخير، والمجتمع السوري كان وسيبقى هذا النسيج الرائع للأسرة السورية الواحدة، هي رحلة العودة للوطن، للدفء، للحنين، للعزة والكرامة. مئات العائلات السورية حسمت الأمر وحزمت الحقائب وعادت لربوع الوطن. من معبر الدبوسية، قناة سما، هيثم يوسف. عبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومكو عن قلقه من فرض المفتشين الدوليين في سوريا بالوصول إلى بعض المواقع التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وجدد أوزومكو دعوته إلى دعم بعثة منظمته الخاصة بتدمير الأسلحة الكيميائية في البلاد. المدير العام للمنظمة قال مجددا إن حكومة الرئيس بشار الأسد تتعاون مع البعثة وتساعد المفتشين في الوصول إلى مواقعها الكيميائية، وكشف أن المفتشين زاروا 5 مواقع نحو 50 منشأة يمكن أن يتم إنتاج أسلحة كيميائية فيها، لكنه أكد أن بعض المواقع التي أعلنت عنها دمشق تقع في أراض تسيطر عليها المعارضة أو في مناطق تجري فيها معارك وتنتقل السيطرة عليها باستمرار من طرف لآخر. إلى أبرز المواقف السياسية. قرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين الهولندية سيغريد كاغ رئيسة للبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
المكلفة تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا. ودبلوماسيون أمميون قالوا إن كيمون أرسل رسالة بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن الذي يفترض أن يوافق على هذا التعيين يوم الأربعاء القادم. وكان مجلس الأمن وافق الأربعاء الفائت على مقترح يقضي بتشكيل بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يرأسها منسق مدني خاص. سيغريد كاغ دبلوماسية هولندية سابقة انضمت عام 94 إلى المنظمة الدولية للأمم المتحدة آتية من وزارة الخارجية الهولندية. عملت بعدها في أكثر من هيئة ووكالة تابعة للمنظمة الدولية، بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمنظمة الدولية للهجرة. عام 2007 أصبحت المديرة الإقليمية لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيغريد كاغ تشغل منذ عام 2010 منصب مساعدة الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ممثلين عن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية المعارضة، وبحث معهما الأزمة السورية وآفاق تسويتها. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف التقى نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، وذكرت أن الطرفين أكدا على أنه لا بديل للتسوية الدبلوماسية السياسية للأزمة في سوريا. كما أبلغ بوغدانوف السياسيين السوريين بسير التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف 2 المرتقب. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن رفض ما يسمى المجلس الوطني السوري حضور جنيف 2 يؤكد ضرورة عقد المؤتمر في أقرب وقت، وشدد على أن المماطلة في عقد المؤتمر تصب في مصلحة الجهاديين الذين يحاربون في سوريا. من جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، دعا إلى ضرورة تحديد موعد مؤتمر جنيف 2 في أقرب وقت والعمل بشكل عاجل على تنظيمه. الإبراهيمي أعلن أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء ممثلي جميع الأطراف السورية في إطار الجهود المبذولة لتنظيم المؤتمر وتحديد موعده. في الوقت الذي تبدي دائما الحكومة السورية استعدادها لعقد جنيف 2، ثمة من يحاول تعطيله. مماطلة المعارضة ومن يقف وراءها بدت واضحة في رفض مجلس اسطنبول حضور جنيف 2. سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي اعتبر أن العقبة الرئيسية على طريق جنيف 2 تتمثل في عدم قدرة شركائه على حمل المعارضة السورية التي يرعونها على التوجه إلى جنيف والجلوس إلى طاولة التفاوض مع الحكومة، الأمر الذي يصب في مصلحة ما يسمى الجهاديين الذين يحاربون في سوريا. من جانبه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي دعا إلى ضرورة تحديد موعد جنيف 2 في أقرب وقت والعمل بشكل عاجل على تنظيمه. رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أكد أن المعارضة السورية تعتمد كليا على الدعم الخارجي وأن وراء كل خطواتها تقف مصالح وحسابات مموليها التي تأمل بإفشال جنيف، وهذا هو سبب رفض مجلس اسطنبول المرهون بالكامل لدول خليجية وأقليمية وأخرى غربية المشاركة بالمؤتمر. كيف يمكن للحل السلمي أن يتبلور طالما أن هناك دولا مستمرة في دعم المجموعات الإرهابية التكفيرية التي تحارب في سوريا؟ ومن هذا المنطلق دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتجي الأسلحة في العالم للامتناع عن تزويد المجموعات غير الشرعية بالأسلحة، مشددا على أن موسكو لا تبيع أسلحتها إلا للحكومات لضمان سيادة هذه الدول وقدرتها على الدفاع عن نفسها. المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي أكد أن سوريا تتعرض اليوم إلى أمواج حقد المتسلطين الدوليين وعملائهم في المنطقة لأنها تدعم تيار المقاومة ضد الصهيونية. في سياق آخر، وباستمرار مفتشي الأمم المتحدة في سوريا مهمتهم في تدمير الأسلحة الكيماوية، قرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين الهولندية سيغريد كاغ رئيسة للبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمكلفة بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك تزامنا مع انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية حقوقيا بمرور 30 يوما وفق الإجراءات على تقديم الطلب في 14 سبتمبر أيلول.
في شأن آخر، اعتبر بل دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا منتجي الأسلحة في العالم إلى الامتناع عن تزويد المجموعات غير الشرعية بالأسلحة، مشددا على أن موسكو لا تبيع أسلحتها إلا للحكومات. وقال بوتين أن بلاده تقيم عاليا سمعتها كمشارك مسؤول في سوق المنتجات الحربية وتحافظ على نظام عدم الانتشار والرقابة على التسلح. وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا لا تعقد أي صفقات أسلحة إلا مع السلطات الشرعية في الدول، ومن أجل ضمان سيادة هذه الدول وقدرتها على الدفاع عن نفسها. أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الحرب التي تتعرض لها سوريا من قبل الإرهابيين التكفيريين الذين أتوا من الخارج لتخريب سوريا بتخطيط من الكيان الصهيوني وبدعم من قوى إقليمية ودولية ترمي إلى النيل من صمود سوريا التي وقفت طوال العقود الماضية في وجه كل الهجمات العاتية. ونوه وزير الداخلية خلال تخريج دورة الصاعقة للطلاب الضباط مديري النواحي بدور القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في التصدي للإرهاب المنظم ومنعه من تنفيذ مخططاته، مشيرا إلى أن السوريين هم من يقررون مستقبل وطنهم وأن وعيهم وتضحيات جيشهم أفشل جميع المحاولات التآمرية والمخططات الرامية لاستهداف دور سوريا الريادي في دعم المقاومة. ولفت اللواء الشعار إلى أن لدى سوريا أصدقاء حقيقيون يقفون معها في وجه المؤامرة التي تتعرض لها، مجددا التأكيد على أنه لا مهادنة مع الإرهاب أين ما حل، لأنه عدو الشعوب ولن نتوقف عن محاربته حتى القضاء على كل المجموعات الإرهابية الظلامية التي تعيث قتلا وتدميرا بحق السوريين ومقدراتهم. لا مهادنة مع الإرهاب أينما كان وأينما حل، لأن الإرهاب عدوكم وعدو شعبكم وعدو شعوب العالم. إننا حريصون على أمن أهلنا وأمن بلدنا وإعادته إلى شاطئ الأمان، إعادته إلى الأمن والاستقرار، لينعم بالنمو والتطور والتقدم. وهذا ما يجب أن يتحقق وسيتحقق، كونوا على ثقة أن ذلك لقريب وقريب جدا، أن النصر سيتحقق بسواعدكم وبسواعد إخوتكم في قوى الأمن الداخلي وإخوتكم في القوات المسلحة الباسلة. إصابة 8 مواطنين بجروح جراء اعتداء إرهابي بقذائف هاون على منطقة الميدان السكنية بدمشق، 3 منها سقطت قرب جامع القاعة وأسفرت عن إلحاق أضرار مادية ب7 سيارات مركونة في المكان. كما استهدف إرهابيون بقذائف هاون منطقة العباسيين السكنية وسقطت إحداها قرب كنيسة سيدة دمشق دون وقوع إصابات بين المواطنين. إلى أبرز التطورات الميدانية. سلسلة عمليات نوعية ناجحة نفذتها القوات المسلحة تمكنت خلالها من إعادة الأمن والاستقرار إلى قرية البرغوثية في ريف حما، وقد تم تدمير عدد من أوكار وتجمعات الإرهابيين وإلحاق خسائر فادحة فيها وإيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين. إلى ذلك قضت وحدة عسكرية على مجموعات إرهابية بكامل أفرادها في أحياء الكلاسة وبستان القصر وبني زيد، بينما أحبطت وحدة ثانية محاولة إرهابيين التسلل من اتجاه جامع خالد بن الوليد إلى حي صلاح الدين بمدينة حلب وأوقعتهم قتلى ومصابين. وأضافت مراسلتنا أنه تم القضاء على تجمعات للإرهابيين على طريق المسلمية وحيلان وكويرس ورسم العبود ومحيط جمعية الصحفيين في منطقة خان العسل. كما دمرت وحدة عسكرية عتادا وأسلحة وذخيرة كانت محملة بسيارات للإرهابيين في قرى وبلدات دير حافر والنقارين وشمال أورم الكبرى وعلى طريق الكاستيلو. في حمص استشهد عدد من المواطنين وجرح عدد آخر جراء قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على أحياء النزهة وعكرمة وباب سباع والإنشاءات.
قاطنو حي النزهة في حمص يعلمون أن إرادة الحياة التي قدموا الشهداء لأجلها ستكون هي الأخرى هدف لقذائف الإرهابيين هذه المرة. قذيفة صاروخية تسقط هنا وأخرى هناك، حدث حمصي بات شبه يومي، لكن سقوطها في أحياء عكرمة والإنشاءات وباب السباع كونها أحياء آمنة ملاصقة لأحياء يقطنها إرهابيون باتت تشكل اليوم خطرا حقيقيا حد قول المواطنين هنا. نحن واقفين هون على بالبيت ما شفنا الا صاروخ، جاء واحد اول واحد ورجع الثاني اثنين ضربت كهرباء، في دنتين نسوان هون استشهدوا صبي ويمكن وما بعرف مين، وفي شاب هنيك كمان ما بعرف اذا استاذه طيب، بس اللي شفناه نحن ثلاثه ما بعرف اذا بيطلع حدا منهم طيب. نزلت قذيفه وشعل المحل وشعلت سياره كانت موجوده هون، وهي شفت عينيك راح المحل كله، دول اولادنا واخواتنا ومحلاتنا وكل شعب واحد، ما في حد غريب. يا ايش الاعمال هاي الشريره هاي ما لها لازمه. شو ذنبنا احنا صاحبي المحلات؟ انا ذنبي شو ذنبي؟ هيك بدهم الحريه تبعهم. وفي كل مره يسقط فيها شهداء وجرحى وتدمر فيها محال تجاريه وتقطع ارزاق المواطنين، يبقى لسان حال المواطن السوري اذا هذا اكثر شيء عندنا نعمله، ونحن صامدين للاخير، بكسروا واجهات بكسروا محلات بنموت مثل بعضها، هذه اكثر شيء يعملوا سيبقى السوريون اصحاب شعله الحياه مهما تعددت تسميات الارهاب واختلفت ادواته، وهذه هي رسالتهم للعالم اجمع. دمرت وحدات عسكرية تجمعات وأوكار للإرهابيين وأوقعت أعدادا منهم قتلى ومصابين، ودمرت أسلحة كانت بحوزتهم جنوب غربي التواني بمنطقة القلمون وشمال شرق دير عطية وشمال شرق النبك وفي الجرود الغربية لمنطقة معلولة بريف دمشق. وقال مصدر عسكري لموفد قناة سما الفضائية قال إن وحدة من الجيش أحبطت محاولة إرهابيين تفجير 4 عبوات ناسفة زرعوها تحت جسر دمير قرب سكة القطار على طريق دمير تدمر. في ريف اللاذقية دمرت وحدات عسكرية مستودع صواريخ للإرهابيين وعددا من آلياتهم في عملية نوعية نفذتها ضد أوكارهم في قرية عين عيسى. وذكر مراسل سما أن العملية أسفرت عن مقتل 19 إرهابيا بينهم المدعو أبو خالد التيجاني من الجنسية التونسية وخبير في صناعة المتفجرات، إضافة إلى تدمير 11 سيارة للإرهابيين منها 3 سيارات مركب عليها منصة إطلاق صواريخ. وقعت وحدات عسكرية قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين خلال سلسلة عمليات نوعية نفذتها ضد تجمعاتهم وأوكارهم وأحبطت محاولاتهم التسلل إلى الأحياء الآمنة. أيضا أفاد مراسل سما أنه تم القضاء على أعداد من الإرهابيين قرب القصر العدلي وبناء البلدية وفندق زياد ودوار غسان عبود وتدمير عدد من سياراتهم وآلياتهم. وأضاف مراسلون أن وحدات عسكرية اشتبكت مع مجموعات إرهابية مسلحة في أحياء الرشيدية والعرفي والجبيلة والحويقة والعمال ونزلة الرديسات وأوقعت معظم أفرادها قتلى، من بينهم أبو مصعب الجبوري متزعم ما يسمى لواء الفاتحين. كما تصدت وحدة عسكرية لمجموعات إرهابية مسلحة حاولت التسلل إلى حيي الموظفين والرصافة وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفها. أيضا في محافظة الحسكة أحبطت وحدة عسكرية محاولة مجموعات إرهابية مسلحة السطو على مركز صوامع حبوب عالية بريف الحسكة وأوقعت معظمهم قتلى ومصابين في عملية نوعية. وذكر مصدر مسؤول لمراسلنا أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير 30 سيارة للإرهابيين الذين كانوا يحاولون السطو على القمح المخزن في الصوامع لتهريبه إلى الخارج. أهلا بكم.
صمود أهل حلب بدأ يؤتي ثماره شيئا فشيئا، وها هي الحياة تنبض من جديد فيها بعد أن فتح الجيش العربي السوري طريق حماة السلمية خناصر حلب لتصل قوافل الإمدادات تباعا إلى أهلنا في حلب. كاميرا سما تنقل تفاصيل واقع أهل حلب الجديد. بعد الحصار الذي فرضه الإرهابيون على مدينة حلب عقابا على صمود أهلها ووقوفهم مع الوطن والجيش ضد الإرهاب ومن يدعمه، وبعد أن تم فتح طريق حماها السلمية خناصر حلب بفضل بسالة وشجاعة الجيش العربي السوري، ها هي الحياة تعود إلى مدينة حلب الشهباء. انطلقت قوافل الإمداد الغذائية والدوائية والإغاثية والمحروقات وبدأت تصل تباعا لإعادة نبض الحياة إلى حلب، حيث بدأ توزيع مادة البنزين فور وصول القوافل لتغطية حاجة المواطنين من هذه المادة. الله يديمنا في أوطاننا وفي بيوتنا، هي أفضل شيء. يعني أنا داير كتير في العالم وطالع، والله أجمل من هنا ما في، يعني أجمل من هالبلد ما في حقيقة. يعني معلش هالظرف، هالظرف اللي نحن فيه بس بده صبر، والباقي إن شاء الله سهل. صلنا خبر وجايين يوم نعبي بنزين، نوعا ما انه واحد عم بشوف البنزين، عم بشوف هالامور عم تجي شوي شوي، ان شاء الله البلد تتحسن ونكون كلياتنا بخير يا رب. سعادة تغمر قلوب المواطنين وازدحام في شوارع حلب لوصول مادة البنزين اليها، لكنها فرحة ناقصة بسبب غلاء سعر لتر البنزين. عمومي ومع العبي من مع الخصوصي وعم بنظلم كثير، انا رزقي من هالسيارة ما بحلونا حلل السيارة عمومي، طالبي لو يومين ثلاثة خلوني نعبي شيء اشتغل عايش. صليعش قال حددوا لكم كم يوم على اساس 4 ايام ما بعبونا، انا سيارتي عامه صلي شهر ونص بارك صار دين تركب علي انا عامه، يعني عامه عمومي خصصونا كزي انه اكيد زحمه. طبعا نحن متامل ان القياده تنظر لهالموضوع هذا يعني بعين الرأفة لهالعالم. هي طبعا الحمد لله اني اجل بنزين، بس الحمد لله الاستمراريه، نتمنى الاستمرارية في جلب البنزين. والله هلا هو 100 ليرة بهالوقت هذا يعني ظالم. لو الدولة عبت البنزين 24 ساعة شلون بدها تنحل الموضوع؟ الموضوع بشعبنا صاير، لو صار استمرارية نحن شعبنا يعني من القرصة اللي أكلها سنة أول واحد بس بعبي بنزين بسحب شله بشيل بشيل لازم. المواطن كمان شوي يعني شوي مننا شوي منهم يعطيهم العافية. يعني جبال البنزين مو بالطريقة السهلة اللي عم تجي. حلب الصامدة صبرت وعانت كثيرا، ولكن بفضل انتصارات الجيش العربي السوري سوف تعود إليها الحياة أكثر مما كانت عليه قبل أن يتسلل إليها الإرهاب. ألقت سلطات جمارك معبر جديدة يابوس في ريف دمشق اليوم القبض على سيدة وهي تحاول تهريب مجموعة من الأنصات الذهبية أثناء مغادرتها إلى لبنان موضوعة ضمن الأمتعة. ويبلغ عدد الأنصات الذهبية التي تمت مصادرتها 21 أنصة من عيار 24 قيراطا كانت مخبأة ضمن أمتعة السيدة في محاولة للخروج إلى الأراضي اللبنانية، حيث بيّن عناصر الجمارك أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع محاولات تهريب مصوغات ذهبية أو عملات أجنبية إلى لبنان، حيث تم ضبط أكثر من حالة خلال الفترات السابقة. قال وزير الكهرباء عماد خميس إن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من محافظات المناطق الوسطى والساحلية والجنوبية ناجم عن خلل في إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية. وأشار خميس في تصريح له إلى أن ورشات الصيانة والإصلاح في الوزارة تعمل على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة.